خالد أحمد من إمارة الشارقة المشرقة، مدرسة النخيلات التعليمي الأساسي في صف الثالث الابتدائي. أحب القراءة وايد، اكتشفت موهبتي معلمتي ابتسام النعيمي يوم كنت في صف الأول، وضمتني لجماعة الهلال الطلابي وكتبت الكثير من الأعمال اللي تقوي شخصيتي، وكانت دائما حريصة على إشراكي في المسابقات والجوائز. سابقت مع النقرة وفزت فيها، وكنت أصغر مشاركة وكنت في صف ثاني لأن المسابقة كانت من صف الرابع. حبي للقراءة خلاني حريصة أني أشترك في مسابقات القراءة. بعض القصص كانت صعبة علي، أمي كانت دوم تساعدني وتشجعني، وبعد ما أقرأ القصة أمي كانت تسألني عن ملخصها وشو استفدت من هاي القصة. بعد معلمتي كانت تعطيني أشياء تساعدني على تحسين قراءتي، وكانت في تهدين القصص والكتب كنت أقرأ لها وأقول لها شكرا من كل قلبي، وأشكر كل معلماتي وما أنسى تشجيعهم لي، وهالشي يفرحني وفهمني أكثر الدور المهم للمعلمة. استفدت وايد من حبي للقراءة، صرت أتمكن من قراءة أي كتاب أو قصة، وهالشي مكنني لغوياً، فالمعرفة تعطيني الثقة بالنفس والحماس، وهالشي خليني أستمر في تنمية موهبتي وحبي للإطلاع، والحمد لله بسبب التقاني للقراءة حصلت على عدد كبير من الجوائز. بنتي ماريا ما شاء الله عليها من صغرها هي تحب القراءة، موهوبة وتحب درس اخواتها ما شاء الله، دائما تسالهم اذا ما يعرفون شيء، وتعلمهم تحب دائما تقرا لهم وتعلمهم، هي من طبيعتها ما شاء الله من صغرها تحب تقرا لهم، وهي ما شاء الله الحين الاولى في صفها، وكانت العام الاولى على المدرسه بعد، وفي مركز الحيره للاطفال ما شاء الله موهوبه، تحب تلعب العاب الذكاء. أتمنى مثل هي ما قالت تطلع دكتورة أطفال، كانت تحب تلعب مع الأطفال وتعالجهم تقول، فأتمنى لها إن شاء الله تحقق مرادها. الحمد لله بسبب حبي واتقاني للقراءة حصلت على عدد كبير من الجوائز، حصلت على المركز الأول في مسابقة فصحاء الضاد، وكانت تنظمها جمعية حماية اللغة العربية، وشاركت يومها بإلقاء قصيدة عن الشيخ زايد الله يرحمه، ومسابقة مع النقرة، وحصلت على المركز الأول في مسابقة تصوير معلم من معالم بلاد، وفي مسابقة كن مثلي وأفضل فزت بالمركز الثاني، وقدمت يومها فيديو عبارة عن أعمال تطوعية، وأخذت المركز الأول في مسابقة أميرة القراءة، حصلت على المركز الأول في مسابقة الحقيبة العجيبة، وأحلى شيء حصولي على لقب نحلة الإملاء في مسابقة نحلة الإملاء، حصلت على المركز الرابع في مسابقة عام زايد، والمركز التاسع في مسابقة رفرف يا علم، وبعد عندي وايد مشاركات في فعاليات الوطنية والتراثية والرياضية والتطوعية والبيئية. أهم الجوائز اللي حصلت عليها من جائزة الشارقة للعمل التطوعي حصولي على لقب نجم التطوع، لأني وايد أحب الخير ومساعدة الآخرين، وشاركت في الكثير من أعمال تطوعية مثل تزيين حديقة دار رعاية المسنين في فعالية بستان الدار، وأيضا مشاركة المسنين في عام الخير
في فعالية أنتم أساس الخير في عام الخير، ومشاركتي في ورشة العمل التطوعي مع نادي دبي للمعاقين، وفي فعالية الغذاء للجميع مع جمعية الإحسان الخيرية، وهذا كله يفرحني وايد. أخبركم كيف أبدأ يومي. أبدأ بالاستيقاظ المبكر وأتريق مع أسرتي، بعدين أسير المدرسة، يوم أرد من المدرسة أراجع دروسي وأكتب واجباتي، وبعدها أهني للمركز اللي وايد أحبه، وأشكر مديرة المركز أستاذة مريم اللي دوم تشجعنا على ممارسة هواياتنا وتشاركنا في الفعاليات ودورات حتى ننمي مواهبنا. أنا اسمي فاطمة فاروق من مركز الطفل بالحيرة، شاركت في برنامج مهندس المستقبل، وكانت معي صديقتي ماريا وساعدتني في أشياء كثيرة، وبسببها طلعنا من المركز الأول، وشكرا لها لأنها هي ساعدتني في أشياء كثيرة، منها تصميم المنازل، وكنا نبني المنازل بالبورد وعلى الكمبيوتر وأشياء كثيرة. أتمنى لها الخير وأتمنى لها مستقبل مميز. شكرا جزيلا فاطمة. ودخلت مهرجان أبو ظبي للعلوم اللي تعلمت منه زراعة بدون تربة، وكانت معي صديقتي حمدة. أنا اسمي حمدة أحمد، وأنا كنت مع ماريا في مهرجان أبو ظبي للعلوم. نحنا كنا نساعد الباقين اللي ما يفهمون، نحنا كنا فاهمين بس لازم نفهم الناس اللي ما يعرفون علشان يفهمون ويخبرون الناس الثانيين اللي ما يعرفون عشان يكبرون ومستقبلهم يكون أحسن مستقبل. أنا حبيت أشكر ماريا أنها تساعدني في كل شيء اللي أنا ما أعرفه. أتمنى لها الخير والنجاح، وأحس دوم أني في جو كله إيجابية ونشاط، وهالشيء حسسني بالمسؤولية وأني أكون قد الثقة اللي عطتها أمي حقي. وطبعاً أنا برأيي اللي ما يحب القراءة بيكون أداء دراسي أقل، خاصة الحين في امتحانات خارج المنهج، وموهبتي وحبي للقراءة تعطيني الثقة في إجابة الأسئلة الخارجية عن نطاق المنهج الدراسي. هواياتي كثيرة ومنها التصوير واللي أحبه وايد، وأشكر أمي من كل قلبي اللي هدتني كاميرا كانون، وأحب أصور الطبيعة والأطفال والحيوانات. وبعد من هواياتي الأعمال اليدوية اللي أنميها عن طريق حضور دورات والورش، وحضرت ورشة أعمالي من تخطيطي وورشة مع مركز الموهبة، وكانت معي صديقتي مريم. أنا حضرت ورشة مع صديقتي ماريا، ورشة عمل يدوي مع صديقتي ماريا، وماريا وايد كانت تساعدني في كل شيء، ونحن كنا نساعد الأطفال عشان الأطفال اللي يستمتعون في الورش، ونحن كنا مبدعين. شكرا على مساعدة ماريا. طموحي الحالي هو تركيز على دراستي والاستمرار بالقراءة لمعرفة كل جديد، وأحاول كتابة قصة قصيرة. وأشكر الأستاذ محمود والأستاذ إبراهيم الدسوقي من جمعية حماية اللغة العربية، واللي حضرت عندهم الكثير من الدورات، ومنها دورة كيف أكون قاصا مبدعا. بعد الدورة أهداني الأستاذ إبراهيم كتاب من مؤلفاته اسمه كتاب حوار الدار، وقال لي إني رائعة ومبدعة، وأشكرهم من كل قلبي. أما طموحي في المستقبل إني أكون عالمة كيمياء